في حقيقة جري واحد، لأن جري ديال المضمار كان في سبيل الوطن، وهذا هو جري بصفة مغايرة ولكن في سبيل الوطن. وانتماءنا لهذا الحزب العتيق والعتيد هو انتماء بالنسبة لي أنا عنده واحد افتخار وأبعاد جد مهمة عندها علاقة بالدور ديالي داخل هذه البلاد اللي كنعتزوا بها كلنا. وكيف ما كتعرفوا احنا حلينا بعدد ديال المناطق اللي منها مناطق نائية. كحزب عنده واحد الدور مهم وعنده دراية شاسعة وواسعة في تدبير الشأن العام والتجربة اللي برهنت على النتائج ديالها ومن خلال الأطر ديالها رجال ونساء سنين طوال، وإن شاء الله مازال تعطيه في المستقبل. الحزب ديالنا عنده واحد المشروع معقلا ومشروع قابل للتنفيذ ابتداء من 100 الايام الاولى ديال الحكومه المقبله الى تم الاختيار ديالنا. عندنا اليقين ان المناضلين والمناضلات اللي واضعين فينا الثقه غادي يؤيدوا الحزب اللي غادي يزيد بهم الى الامام، وما يمكننا نزيدوا الى الامام الا بمناضلين ومناضلات والمواطنين اللي كيوضعوا الثقه في هذا البرنامج اللي هو برنامج كيهتم باورش متعدده اللي يمكن لي نذكر منها خمسة. أولا الورش اللي كيتعلق بالمدرسة اللي هي شيء أساسي بالنسبة للمواطنين، كذلك ورش آخر اللي هو كيتعلق بالصحة، وورش كيتعلق بالشغل، وكذلك التضامن والشباب. والشباب هو الورش اللي كيهمني أكثر كذلك، لأن كما تقول المثال تقاس قوة الشعوب بقوة شبابها. الشباب ديالنا متعطش العدد ديال المشاريع والبرامج، ولا بد كحزب اننا نمد لهم يد المساعده باش يشقوا الطريق الى الامام. الشباب عندهم كذلك كفاءات وعندهم قدرات باش انهم يرفعوا كاع التحديات اللي كنعيشوها في خضم التحولات اللي كيعيشها العالم. اذا حنا حلينا بهذه المنطقه العزيزه على قلوب المغاربه اللي هي تيزنيت باش نساندوا المناضلين ديالنا المرشحين ديالنا. ان شاء الله يوم 7 اكتوبر غتكون محطه حاسمه وكذلك محطه تاريخيه بالنسبه لنا كمغاربه، وهذه مناسبه باش ان يكون واحد نداء تجاه المغاربه اللي هما غايرين على بلادهم باش انهم يصوتوا على الحمامه ان شاء الله باش اننا نوصلوا الى المبتغى.